بنتكلم في 3 مليار و400 مليون جنيه إجمالي ما تم إنفاقه في محافظة البحيرة، بما يعادل 32 ألف مشروع، رقم كبير. خلونا نعرف تفاصيله من الأستاذ أكرم مكرم، المدير التنفيذي لمشروعك بمحافظة البحيرة. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير أستاذ أكرم. يعني احنا بنتكلم في 32 ألف مشروع، عاوزين نعرف أبرز هذه المشروعات إيه تحديدا؟ أبرز المشروعات، الأول أنا عايز أقول إن المشروع القومي ده بدأ بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وكان في سنة 2015. نعم. وده كان هدفه الأول الاهتمام بالشباب والمرأة وتوفير فرص عمل غير نمطية بدل العمل الحكومي. بنعمل بقى من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتريات صغار ومتوسطة. أبرز المشروعات عندنا اللي كانت الثروة الحيوانية، لأن برضه محافظة البحيرة فيها نسبة ريف كبيرة. نعم. وبرضه مزارع الدواجن وتعبئة وتغليف مواد غذائية ومشاغل ملابس ومعامل ألبان. دي النسبة الكبيرة جدا اللي عندنا. طب حابين نعرف من حضرتك يعني أبرز التسهيلات اللي بتقدمها مبادرة مشروعك بالمحافظة. هي دلوقتي مشروعك ده بيمول مشروعات جديدة وقائمة. في حالة المشروعات الجديدة بيبقى التمويل من 50,000 ل 150,000، وده سداده على 3 سنوات. بالنسبة للمشروعات القائمة دي بتبقى من 100,000 ل 2 مليون، ودي سداده على 5 سنوات. طب بتفرق في ايه بقى حسب المشروع يعني وحسب حجم المشروع؟ دي بترجع وفق سياسات البنك الائتمانية. يعني البنك بس بيحدد مثلا مدى دورة رأس المال عنده. بالنسبه للنشاط ده لو هو موجود في الريف او موجود في المدينه بيختلف دوره راس المال فيه، فبالتالي بيحدد المبلغ بس من 50,000 ل 150,000. دي الشريحه اللي هي الثانيه، دي بتحتاج بعض الاوراق، يعني برضه اقولها سريعا برضه عشان المواطنين يقدروا يستفيدوا منها. اتفضل. عقد ايجار لمقر النشاط، ايصال مرافق، بنحتاج سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وتامينات. دي الشريحه اللي هي لسه المشروع جديد. لو في مواطن ما عندوش الاوراق دي كلها ومش عايز يعمل الاوراق دي كلها، في بقى من 1000 جنيه لغايه 50,000 جنيه. دي بيسد على سنتين، بس دي فايدتها عاليه شويه 16%. اللي من 1000 ل 50,000 ده اللي هو ايه؟ برضه مشروع جديد بس مش عايز يعمل اوراق. اي بس يعني في مشروع بيتكلف 1000 جنيه؟ يبدا من 1000 جنيه. ده في مشروعات مثلا واحد بيعمل مشروع مثلا بيقدم شاي، يعني في ناس لسه مشروع لسه بدا خالص صغيره، احنا لسه بنتكلم عن مشاريع متناهيه كمان، يعني دي نعم. دي الاساس برضه. وبعدين المشروعات الصغيره المتناهيه ودي والمتوسطه دي اللي هي بتحقق التنميه اللي هي في الدوله. صحيح. طيب استاذ اكرم، يعني عاوز اعرف من حضرتك، انا كشاب جاي عندي مشروع بطرحه على حضراتكم، ولا انتوا اللي بتقولوا لي التمويل الاكتر ممكن يكون في مشروع 1 2 3 وابتدي اشتغل على ده في دراسه جدوى، ام دراسه الجدوى مقدمه من طرفكم؟ انا جالي ده وجالي ده. يعني جالي اللي ما عندوش فكره خالص عن المشروع، احنا بنطرح عليه افكار. نعم. وبنساعده فيها برضه، يعني بنقول له مثلا لا ما ينفعش، لا لازم تعمل كذا، لازم احتياجاتك 1 2 3، قدراتك الفنيه ايه، معلوماتك عن المشروع ايه. وفي ناس بيبقى عندها المشروع بتاعها وعارفه الهدف بتاعها وجايه تموله، وده غالبا بيبقى في المشاريع القائمه، يعني عنده مشروع قائم وعايز يزود راس ماله، فبالتالي بيشتغل بيبقى خلاص عارف وبيزود يعني. ودي انجح المشروعات. يعني المشروع القائم ده احنا بنمول لغايه 2 مليون جنيه وفايده 5% بس، دي حاجه يعني. وبعدين محافظه البحيره متميزه جدا، يعني احنا اعتبر المحافظه رقم 1 على مستوى الجمهوريه في عدد المشروعات المموله. نعم. يعني بس هو كان في تصحيح بس ان فرص العمل مش 900,000، هي 90,000، 90,000 فرص العمل. يعني هي مش 900,000. نعم. طيب انا لو النهارده عايزه اقدم على قرض عشان اخده، الوقت بيبقى قد ايه؟ اسبوع بالظبط. اسبوع يعني هو الاول. العميل بيجي، انا لو مخلصه كل ورقي كله تمام اسبوع. هو ممكن العميل بيجي الاول بيطلب بيسال ايه الاوراق والمستندات المطلوبه، فبنقول له الاوراق. احنا عندنا محافظه البحيره بتتكون من 15 مركز، كل مركز في مقر مجلس المدينه موجود فيه مقر المشروع. في مدير المقر وفي مسؤولين معاه بيقولوا له الاوراق المطلوبه ايه، بيجهز الاوراق المطلوبه، ومجرد ما جهز الاوراق اسبوع بالظبط بيصرف الفلوس. طب هل في حد ادنى وحد اقصى للسن؟
دي بقى وفق سياسه البنك. يعني ممكن البنك، احنا بنتكلم في الشريحه مثلا من 50000 ل 150000، البنك ممكن يديله 150000 وممكن يديله 150000 التمويل من خلال الست بنوك اللي احنا بنشتغل معاهم، بنك الاهلي، بنك لا انا بتكلم في السن، سن طالب التمويل. احنا بنشتغل، لا احنا بنشتغل من 21 سنه يكون قد الخدمه العسكريه لغايه 60 سنه. وانا عندي مؤشرات، يعني في محافظه البحيره مثلا المؤشرات عندي اللي حصلوا على قروض من سن الشريحه العمريه من 21 ل 40 دول نسبه حوالي 58%. النص تقريبا. اكتر. يعني الحضر 42%. عندنا برضه مؤشرات تمويل كريف وحضر 64% ريف وحضر 36%. طيب نسبة الإقبال بقى يا فندم قد إيه؟ وهل في نسبة معينة أنتوا كمحافظة بتستهدفوها عشان توصلوا الدعم للشباب؟ لسه بقول لحضرتك إن إحنا أول محافظة في التقييم على مستوى الجمهورية كعدد المشروعات الممولة. فبالتالي إحنا متميزين في الجزئية دي، لأن الحقيقة القيادات اللي عندنا في المحافظة مهتمة شوية. يعني معالي المحافظ مثلا بيوفر لنا منافذ متحركة، بنقدر بقى ستاف نقدر نتحرك فيه في القرى وفي المراكز. وبرضه بنساعد بقى في عربيات وفي ميكروفونات وفي اماكن بنقف فيها زائد المقرات الموجوده دي الحقيقه. وبعدين عندنا السيدات ليها نصيب كبير، يعني التمويل حسب النوع مثلا تلاقي السيدات واخده 46% من التمويل اللي هو ال 32000 مشروع، واخده 46% منه. حلو قوي، هايل. حتى كرة حياه كريمه كمان، يعني برضه كرة حياه كريمه احنا ممولين حوالي 2700 مشروع في كرة حياه كريمه بقيمه 220 مليون. صحيح. يعني هو في الحقيقه فكره ان سوق العمل دايما بيكون محتاج افكار بره الصندوق، محتاج بصمه، محتاج ابداع، وده مش هيحصل الا من خلال اللي انا اروح للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وما اقعدش استنى دوري في توظيف حكومي. ويمكن هو ده الدور الاسمى او الهدف الاسمى اللي حضراتكم بتعملوه وبتسهلوه على المواطن. الاستاذ اكرم مكرم المدير التنفيذي لمشروعك بمحافظه البحيره، شكرا ليك وكل التوفيق في فندم فيما هو قادم.